نصبحها ولا الشطر الاول طبعا كان نوعا ما نظري وبقدر ما كان الشطر الثاني هو عملي حتى من خلال تطرقت الى مجموعه من التعديلات التي هبت القوانين المغربيه بعد طبعا المصادقه على مجموعه من الاتفاقيات الدوليه وتفعيل القرار الاممي عدد 1373 وبالتالي إحداث مؤسسات جديدة مكلفة بالبحث وإحداث محكمة استئناف هنا بالعاصمة رباط مختصة في قضية الإرهاب على الصعيد الوطني. طبعا خصت الشق الثاني لنشاط هذه المحكمة وقدمت مجموعة من الإحصائيات التي تهم العمل القضائي بهذه المحكمة نصب أساسا على عدد المعتقلين المتهمين عدد القضايا التي توفع فيها أحيل على عفوا عن التحقيق قرارات الحفظ مآلها طبعا أمام الحكم سواء بعقوبات سالبة الحرية وغيرها. واختتمت طبعا هذه بتقديم مجموعة من التوصيات للتصدي للطائرة. مقصود كروز المدير التنفيذي لمركز هدايا الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف تأتي مشاركتنا في هذه الندوة المهمة والتي تتعلق بمفهوم التحديات الإرهابية وكذلك التهديدات المختلفة ولا سيما ما يتعلق بالأبعاد الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في وقت مهم يتعلق بكيفية فهم هذه الظاهرة والتعامل معها وإيجاد الحلول المناسبة. وتأتي مشاركتنا في هذا الإطار بتقديم ورقة عمل حول دور التعليم في مكافحة التطرف العنيف ولا سيما ما يتعلق منها بتطوير مهارات التفكير النقدي، إعادة النظر بالمقررات المنهجية وكذلك التأكيد على بناء الشخصية من خلال مجموعة من البرامج الثقافية والاجتماعية في كافة المؤسسات التربوية. السباق والتصدي للمخاطر والتهديدات وكيف يمكن مكافحة التهديدات الإرهابية والتحديات الأمنية التي تعاني منها عدد من الدول بحاجة إلى مقاربة جديدة، مقاربة جديدة لا تقتصر فقط على الجانب الأمني والتقني أو الاستخباراتي، بل المجتمع البرمتي يجب أن يتجند من أجل الوصول إلى مقاربة خاصة بكل منطقة، لأن التهديدات ليست تهديدات واحدة، هي تهديدات تتمظهر وفق التصدعات التي تصيب هذه البلد أو تصيب هذه المنطقة. فبالتالي ندوتنا اليوم تأتي في هذا السياق، في سياق أن المتدخلين ينتمون إلى قطاعات متعددة، أنهم ينتمون إلى قطاعات تهتم بشكل مباشر أو غير مباشر بالقضايا الأمنية، ونحاول من خلال هذه القراءة الأفقية لتعدد الاختصاصات أن نصل إلى أجوبة لتهديدات على الأقل المناطق التي تحدثنا عنها وهي مناطق منطقة الساحل والصحراء، القرن الإفريقي، شمال إفريقيا والشرق الأوسط. نحن بحاجة إلى هذه المناطق حتى نستطيع أن نعبر عن مشاركة المجتمع في بحث عن أجوبة لأسئلة قاسية وبعض الأحيان لأسئلة عاصية. ظاهرة المقاتلين الأجانب، لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.